محمد رضوان قومان ايوه مجند بالحرس الجمهوري رفض اطلاق النار على المتظاهرين ومرضي وجه الرصاص على المتظاهرين وين في مدينه بانيا السوريه ايوه ابناء شعبه رفض يطلق النار ولا رصاصه فضل لو يقتل نفسه ما يضرب رصاصه اعدموه بالصدمات الكهربائيه مو برصاص يعني مو برصاص اكثر من عشر التشوه اللي عوجه الحروق اللي عوجه شو سببها صدمات كهربائيه سالب موجب اكثر من جبن الطبيب الشرعي اكثر من 10 صدمات كهربائيه بالقلب وبالظهر وبالصدر عملوا عليه حقل تجارب كهربائيه تعذيب بالطريقه الحديثه مش مثل ما قالوا انه في عصابات توسط عليه تعذيب على الطريقه الحديثه 10 صدمات كهربائيه لانه رفض اطلاق الرصاص على المتظاهرين وابى انه يطلق وجه بندقيه على المتظاهرين هاي عناصر الحرس الجمهوري تبعت السيد اللي بدعى نفسه سيد الخسيس ماهر الاسد طيب هسه شلون جابوه؟ ما جابوه بموكب ولا جبناه من مشفى تشرين انتوا جبتوه جبناه اساس بدهم يدفنوه ليلا وابين الا نجيبه جبناه بدون موكب رسمي واحتسبناه عند الله شهيد ولا من نية الجيش العربي السوري تاريخ شو تاريخ اليوم؟ التاريخ 17/4/2011 الله يجزيك الخير